ومعي الآن مراسلنا من الكويت مصطفى السكحال. مصطفى، هل بررت الدول التي خفضت من مستوى تمثيلها لماذا أقدمت على ذلك؟ نعم، هو هذه النقطة التي أثارت وتثير حاليا في هذه الأثناء استياء على المستوى الشعبي على الأقل كويتيا من خلال التواصل الاجتماعي والردود الشعبية لمستوى التمثيل المنخفض جدا والذي يحدث لأول مرة، والذي كانت تراهن الكويت على أن يكون التمثيل على أعلى مستوى كما كانت تتمنى ذلك، لأن الكويت ترى قضية انعقاد القمة بمستواها المطلوب في التمثيل والحضور والمشاركة لقادة دول مجلس التعاون مجتمعين تراه قضية تمس بسيادتها وحتى كرامتها. لكن الجو المسيطر من خلال التمثيل المنخفض في هذه القمة يثير عدة تساؤلات، وأبرزها بأن الأزمة فعلا موجودة وتتعمق أكثر وإلى مزيد من الاستمرار بين أقطابها المتخاصمين، أعني السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وفي الجهة المقابلة قطر. هناك معلومات أيضا راجت في الأروقة بأن السبب وراء عدم مجيء الملك سلمان بن عبد العزيز وكبار المسؤولين من البحرين والإمارات أن في اجتماع أمس، اجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، طرح في الجلسة المغلقة مطلب مقاطعة إيران، وهو المطلب الذي رفضته الدول الثلاث الأخرى الأعضاء، قطر وسلطنة عمان والكويت. طيب، ذكرت بأن من الواضح من الأجواء بأن الأزمة ما زالت متعمقة، يعني الجانب الكويتي كان مصرا لعقد هذه القمة، هل نتوقع ممارسة بعض الضغوط على الأطراف لحلحلة الموقف ربما؟ هذا ما ننتظره، وهذا ما ستشرح عنه الجلسة المغلقة لنرى ماذا سيصدر من تصريحات ومما يجري الآن في هذه الجلسة المغلقة بين جميع الأعضاء على اختلاف المستويات المشاركة. ولكن يعني من المؤكد أن هناك يعني تشدد في مواقف هذه الأطراف حيال الملفات المعروفة، الملف الإرهاب والعلاقات مع إيران، وأيضا بالنسبة للملف اليمني والتطورات المتسارعة التي تزامنت مع انعقاد هذه القمة اليوم. فنتوقع وبأن يصدر أي تصريحات في هذا الاتجاه، ربما ليس لحلحلة الأزمة ولكن لتخفيف الاحتقان السياسي والإعلامي. أشكرك مصطفى السكحال، مفادنا إلى الكويت.